اندرا اخويا انور، اشنو بان لك في هذا الشيء اللي شرح لي محمد وعاود شرحته لك؟ واش مزيان؟ اتوكل على الله، انت معنا وغادي تبدا معنا الخدمه. لا لا خويا، لا هادشي ما منوش، هادشي غير نصب. واش كاين شي حاجه غير هكاك؟ والله ما خدمتي وما دمرتي وما ضربتي تمارة لا صورتي شي حاجه. انا خويا هادشي ما عنديش معاه. انت انا كنصحك اخويا بلا ما تدخل، والله تا غيمشيو ليك فلوسك. انت دابا شنو غتخسر؟ ما غتخسر والو. انت تفرج معنا في الزوم، دائما كيكون نهار السبت والحد مع ستة العشية كيشرحوا فيه كل شيء. ويلا لما بغيتي نتلاقاو مع محمد هو يزيد يشرح لك اكثر، ويكون على خير اخويا. 600 درهم راه ماشي شي حاجه الا بدينا بها، غادي ناخذوها تجربه في حياتنا. ورا التجارب دائما كيجيبوا النتائج. عقلتي القصه اللي عاود لنا الاستاذ على السيد اللي شرى البيتكوين فاش كان في 5 دولار ودابا باعو فاش وصل 63 مليون؟ راه خويا كلشي كيجي مع الوقت، راه الفرص كيجيو وخصنا حنا نستغلو الفرصة. وأصلا 600 درهم ماشي شي حاجة. المهم أخويا، على خاطرك اللي بغيتي، ندير في بالك بأن راه غادي يجي واحد النهار اللي غادي تندم فيه ملي تشوفنا إن شاء الله حققنا داكشي اللي بغينا، وغادي تندم إن شاء الله. أنت وغادي تشوف. ندم؟ راه نتوما اللي غادي تندموا. دابا شوفوا الا ما يمشيو ليكم فلوسكم، اصحاب الدنيا سهله، غير اجي وحقق 2400 درهم في النهار. خويا محمد، انا فكرت مزيان في داكشي وزيد كنرسم في الورقة ديك الشبكه وكنحسب المطابقه، واخويا راه بان ليا فيه الارباح. وتخيل معايا من دابا اخويا واحد المده، نقولوا من دابا واحد شهرين ولا 3 شهور، الا كبرنا الفارق يبقى يدخل عندنا 5 في اليمين 5 في اليسار، عندنا 300 درهم ارباح المطابقه. وراه مخير صاحبي. وكمل لي كمل لي الشرح ديال المطابقة الفائقة، وراه بغيت نفعل البقا ديالي بلا ما نبقاو نضيعو الوقت. المطابقة أقوى ربح، ورا عندها علاقة بالمطابقة الفائقة. دابا مثلا انت إلا دخلتي شي واحد وهاد الواحد حقق أي ربح في المطابقة، انت كتاخد 10% على ديك المطابقة. مثلا إلا حقق 300 درهم، انت عندك 10% ديالها. حقق 1000 درهم، عندك 10% ديالها. يعني مثلا الى 1000 درهم، انت عندك 100 درهم، 10% ديالها. وقد ما كانوا المباشرين ديالك كتار، قد ما تزدت المطابقه الفائقه عندك. هاكا يعني هذوك الناس اللي غادي ندخل انا الى ربحوا المطابقه كناخذ انا 10%. دابا واش كتنقص لهم من المطابقه ديالهم ولا كيفاش؟ لا دابا مثلا انت دخلتي شي واحد هو ربح في المطابقه كما قلت لك 1000 درهم، هو كياخذ 1000 درهم، راه خداها الشركه اللي كتعطيها ليه، وانت كتعطيك الشركة 100 درهم المطابقة الفائقة. وزائد انت راه دوك الناس اللي دخل راهم في الفريق ديالك، وغادي تربح عليهم تا المطابقة. دابا غادي نشرح لك واحد المكافأة، هادي مكافأة شهرية، وهادي ماشي ارباح كبيرة، وفي اي وقت ممكن تحيدها الشركة، كتسمى غير مكافأة، يعني بحال قلتي عبوفوار، ولكن محدها كاينة نشرحوها ونستفدو منها. دابا مثلا دخلتي معك 3 الناس، انت عندك الرتبة الاولى. ملي كتكون عندك الرتبة الاولى، الشركة كتعطيك واحد المكافأة شهريا، ممكن تجي 100 درهم، ممكن 150 درهم، على حسب الارباح ديال الشركة. كتهز 5% من الارباح ديالها كتقسمها على هذوك الناس كاملين اللي محققين الرتبة الاولى. ولا زدتي عاوتاني دخلتي معك 3 اخرين، يعني شحال ولاو عندك؟ 6، يعني حققتي الرتبة الثانية. الرتبة الثانية فيها 6 الاشخاص، هنا كتاخذ المكافاه ديال الرتبه الثانيه وديال الرتبه الاولى في كل شهر، فهمتي؟ يعني تقدر تجيك عاوتاني في هذيك 300 درهم 400 درهم، المهم ما مضبوطاش على حسب الارباح ديال الشركه. وهكا غادي تبقى فين ما تزيد 3 تزيد الرتبه، زدتي 3 اخرين غادي تدوز للرتبه الرابعه، زدتي 3 الرتبه الخامسه، زدتي 3 الرتبه السادسه. وهذه هي المرحله الاخيره اللي هي كتسمى مرحله الامباسادور، مرحله السفير، وهي اللي كل شيء كيتمنى يوصل ليها، وهي اللي وصل ليها السيد اللي دخلني انا الابلاين ديالي. دابا راه الشهر اللي فات رجعت 325 دولار ارباح ديال المكافاه بلا داكشي اللي كناخذو. هاد المكافاه عطاتها لي الشركه، حيت هادوك الناس خدامين كيبارطاجيو الاشهارات، وتا هو كيبارطاجي الاشهارات ديالو. دابا باين هادشي انا فهمتو، وحيت قلبت في اليوتيوب وقلبت على بزاف ديال الحوايج، والبارح حضرت معاكم الزوم وفهمت مزيان الصراحة. هادوك القادة كيشرحو مزيان، الله يعطيهم الصحة. دابا أنا بغيت نفعل الباقة ديالي، ويالله نصيفطو للسيد ديك 600 درهم ويفعل لي الباقة ديالي. راه كنت باغي نفعل ديال 2400 درهم، ولكن مازال ما مزعمتش مزيان ومازال ما كايناش عندي. إن شاء الله نفعلها بالأرباح ديالي، ويلا نضربو الحديد محدا سخون و
ونخدموا على راسنا عوض ما نبقاو غير جالسين في القهوه. 6 months later. اندرا خويا حمزه، فين خرجتي انت وداك الصديق ديالك محمد؟ والنهار نصبط عليك من ديك الشركه وما بقاش كيبان صاحبي، شحال هادي ما شفتوش. وانت شنو درتي مازال؟ لقيتي شي خدمه ولا شنو درتي؟ اشنا هي نصبط علينا وانا الله يجيبك على خير. راه السيد شرا طوموبيل هذا بس شهور، هذا دابا باش دخل الله يعطيه الصحه، راه حقق مبالغ كبيره. وانت انا الحمد لله راه بديت كنحقق مبالغ كبيره وكنحقق ارباح المطابقه يوميا. هو راه وصل 2400 درهم في النهار وانا ما بقى لي والو ان شاء الله وانا وصل ليها. راه كنحقق دابا 100 دولار الفوق ان شاء الله في النهار، وان شاء الله قريبا انت انا نشري شي طوموبيل. وراه السيد خدام دابا في دارو مريح، شاد البيسي ديالو وكيتعلم من واحد الفورماسيون دايرها شركه جوسيال على الديجيتال ماركتينغ. وبقى انت وليدي تخمم تمايا وسير دفع عليك السيفيات ويكون فيهم الزريعه.